طيب احنا الاكزامبل اللي فات كان عندنا امبيجوتي اللي هي كانت طلعت بالشكل ده، وعايزين نسولف الامبيجوتي اللي موجوده عندنا. عشان نسولف الامبيجوتي هنعمل ايه؟ اول حاجه بنمسك الجرامر ده، عايزين نحوله ان هو ميبقاش امبيجوس جرامر. طب هحله ازاي؟ اول حاجه خالص هاجي اشوف الترمينالز اللي موجوده عندي اللي هي البلس والماينس والمالتيبليكيشن، دي هرتبهم بالبرايورتي بتاعتهم. يعني انا عندي البلس والماينس دول نفس الليفل، تمام، وبعد كده عندي الدائمز دي ليفل تاني خالص، فدي ليفل ودي ليفل، هحط دي في حاجه لوحدها واحط دي في حاجه لوحدها، مش هخليهم مع بعض كده في نفس الحاجه. طب هعمل ايه بقى؟ هاجي مثلا هسمي دي اي حاجه، فلنفرض ان انا هسمي دي اد اوبريشن مثلا، فالاد اوبريشن دي هتبقى عباره عن البلس او الماينس. طيب والتايمز دي لو انا مثلا كان عندي هنا ديفيجن، هيبقى التايمز والديفيجن مع بعض. يعني لو دي كانت تايمز او ديفيجن، فكنت هحط هنا تايمز او ديفيجن، مش هتفرق لو هما الاثنين نفس الليفل. انا ما عنديش هنا ديفيجن فمش هحطها. هعمل ايه بقى؟ هفك دي في حاجه برضو لوحدها، هسميها مثلا مالتيبليكيشن اوبريشن واعملها بالشكل ده. يبقى انا كده الاول الحاجه اللي هي اصلا كانت بتعملي امبيجوتي ان الاثنين دول ما لهمش نفس البرايورتي، نفس البريزيدنس بتاعي، فبعمل ايه؟ بقسمهم بالبرايورتي بتاعتهم. فلقيت هنا عندي بلس والماينس ده ليفل، والتايمز ده ليفل تاني خالص. هبدا اعمل ايه بقى؟ اول حاجه همسك الاكسبريشن بتاعتي دي اللي انا عملتها اللي هي بدايتي خالص. فدي دلوقتي عندي الاكسبريشن اللي عندي ده، هفكه لايه بقى؟ هقول دلوقتي ان انا ممكن افكه الاكسبريشن، وبعدين بدل الاوبريشن دي هحط مكانها اد اوبريشن، ان انا دلوقتي ممكن اخده معاها بلس وماينس. وبعدين لو عايزه اخد حاجه تانية ممكن مثلا اسميها اي حاجه، اسميها تيرم، سموها اللي انتوا عايزينه، اكس وواي او ايا كان. وبعدين اور ان انا ممكن اصلا ما يكونش عندي من الاول حاجه فيها اد وفيها مالتيبليكيشن، بس هنيجي نعمل نقول اور تيرم مثلا، نخلي التيرم ده بقى هو اللي هيتعمل عن المالتيبليكيشن. فنيجي نقول ان الترم ده يبقى عبارة عن ان انا ممكن اعمل ايه بقى، ان انا هاخد الترم وبعد كده نعمل مالتيبليكيشن اوبريشن. وبعدين انا مثلا بقى عايز احط الاكسبريشن اللي ما بين براكت دي والنمبر في حاجة، فهسميها مثلا فاكتور، سموها اللي انتوا عايزينه، يعني هو مش لازم الاسم ده بالظبط. وبعد كده اقول ان انا ممكن اخد فاكتور على طول. وبعد كده هعمل ايه؟ همسك بقى الفاكتور ده اللي انا حطيته، هقول ان الفاكتور ده بقى ان انا احط فيه التيرمينالز اللي فاضله عندي، ان انا ممكن افك البراكت اكسبريشن واقفله، او ممكن افك النمبر. طيب عشان ما نتلخبطش نعمل ايه؟ اول حاجه واحنا بنفك الاكزامبل ان احنا هنمسك هنمسك الاول الحاجات اللي عندي اللي بتعمل اللي فيها بريسيدنس مش مظبوط، فخلي كل حاجه بالليفل بتاعها، خلينا البلس والماينس مع بعض والمالتبليكيشن مع بعض. بعمل ايه بقى؟ اول حاجه اللي هنا هحطه تاني هنا، فبقى عندي اكسبريشن عباره عن اكسبريشن، خدت اد اوب ان انا مثلا هجمع وهطرح اللي انا حطيتها دي، بعدين حطيت تيرم. خلينا بس ان التيرم دي مش موجوده دلوقتي، لو هي مش موجوده وانا محتاجه اعمل تايمز مش هعرف، فعشان كده خليتها اور تيرم، ان انا ممكن اخدها بترم دايركت. وبعد كده الترم ان انا هاخد الترم تاني، بحط اللي هنا هنا تاني، وبعد كده حطيت مول اب، وبعد كده الفاكتور بقى اللي هي ممكن تروح لاي حاجه عندي اللي هي البراكت اكسبريشن براكت او فاكتور، او ممكن تروح لفاكتور دايركت. طيب عشان ما تتلخبطوش برضو اكتر وانتوا بتعملوها، خلوا اللي هنا تاني اللي هنا، واخر واحد هنا نخليه اور نفس الحاجه تاني، سوري نفس الحاجه تاني، عشان لو انا عايزه ادخل عليها على طول. لو انا مثلا بقى عايزه اعمل ديريفيشن مثلا بالشكل ده وانا عندي بقى دلوقتي ده، فلو جيت مثلا هعمل ديريفيشن بقى ليفت او رايت، المفروض دلوقتي مش هيطلع لي مشكله، هيبقوا الاثنين نفس البورس تري. فلو جيت مثلا قلت لو انا عايز اعمل ديريفيشن لدي هعمل ليفت مثلا، هيبقى عندي هنا الاكسبريشن، هفكه الاول، انا عندي الاول 15 بلس 50 بلس 10، فانا عايزه ايه اللي فيها اد اوب، مش عايزه اللي فيها ترم، فهفكها لايه؟ الاكسبريشن اد اوب وبعدين اكسبريشن. وبعد كده همسك الاكسبريشن الاولى دي اللي هي اللي عليها الدور، لما اشتغل عليها بقى انا دلوقتي الاكسبريشن اللي عليها الدور اللي انا عايزه اخدها دلوقتي، معلش خليك معايا لحظه واحده. طيب هنمسك الاكسبريشن اللي موجوده عندي دلوقتي دي، الاكسبريشن اللي موجوده عندي دلوقتي دي احنا عايزين نحط ال50، فهنضطر بعد كده ان احنا عايزين هنا الاكسبريشن دي. طيب هاخدها هنا باكسبريشن اوبريشن اكسبريشن، ولا اخدها بترم؟ انا مش عايزه افك تاني لبلس وماينس، فهاخدها بمين؟ بترم، فهفكها كده لترم وبعدين اد اوب وبعدين اكسبريشن. بعد كده همسك الترم اللي عليه الدور ده،
طيب الترم ده اصلا انا عايزه اوصله ل 50، فلما اروح للترم دي ما توصلنيش ل 50، فاخدها على طول الاول بفاكتور. نيجي هنا، بص هو المفروض كمان، بس عشان وورد عندي اوتوماتيك بيعمل دي، بس هو المفروض يستعمل يبقى بالشكل ده. الترم دي بقى هنفكها الاول لفاكتور، وبعدين بقى عندي اد اوب، وبعدين بقى عندي اكسبرشن. طيب وبعدين همسك بقى الفاكتور دي اللي هي في الشمال، هفكها لايه عندي؟ هاجي هنا هنعمل برضو السهمين بتوعنا، وبعد كده الفاكتور دي بقى هفكها النمبر، وبعدين هيبقى عندي هنا اد اوب، وبعدين بقى عندي اكسبرشن. النمبر ده بالنسبه لي خلاص، يعني اللي هو رقم، ممكن نحط رقم على طول او ممكن نكتبها نمبر. همسك مين بقى؟ الاد اوب اللي موجود عندي. الاد اوب دي هاجي هنا هفكها، فمثلا انا دلوقتي بقى عندي ال50 اللي هي نمبر، يعني الاد اوبريشن نحط بلس، وبعد كده بقى عندي هنا الاكسبرشن ده. طيب الاكسبريشن ده هل هفكه باكسبريشن اوبريشن اكسبريشن ولا هفكه بترم؟ انا دلوقتي عايزه التايمز، والتايمز دي موجوده هنا، يبقى انا في الحاله دي هاجي هفك الاكسبريشن ده، فبقى عندي هنا 50 زائد هفك الاكسبريشن ترم، وبعدين يبقى عندي 50 بلس الترم. بقى هفكه بايه؟ عايزاه على طول فاكتور ولا عايزه لسه حاجه تايمز فيه؟ عايزه تايمز فيه، فهفكه للترم وبعدين مالتيبليكيشن اوبريشن وبعدين ترم. همسك بقى اول واحده عندي في ترم هنا اللي هي دي، هبدا بقى امسك الجزء ده، هيبقى عندي 50 بلس الترم دي بقى ناخدها دلوقتي بايه؟ بفاكتور عشان عايزه اوصل للرقم، هيبقى عندي هنا فاكتور، بعد كده هيبقى عندي مول اب، وبعد كده هنا الترم. هعمل ايه بقى بعد كده؟ همسك الفاكتور اللي عليها الدور، هاخد الفاكتور بالنمبر، فهيبقى عندي دلوقتي ناخد دي كوبي كده نحطها هنا، الفاكتور دي ناخدها عندي بنمبر، فالمفروض ان انا همسكه دلوقتي المالتيبليكيشن اوبريشن دي. فلو خدنا دي كوبي ونزلنا للستاب اللي بعدها، هلاقي بقى ان النمبر ده اصلا اللي احنا المفروض يعني بقى موجود عندي اللي هو إيه تقريبا كان كام؟ 10. والمالتيبليكيشن اوبريشن هحط هنا بقى تايمز مكانها. الترم ده بقى هفكه بايه؟ الترم ده هفكه الفاكتور عشان دلوقتي عايزه اوصله برضو الرقم، فنبقى ناخد دي ونفك الترم ده للفاكتور، وبعد كده الفاكتور ده نفك النمبر اللي هو هيبقى عندي في الاخر I think كان 30. كده احنا عملنا الديريفيشن لو لفت، لو عملنا البولس دي زي ما احنا عملناها من شويه هتطلع هي هي في الاثنين، يعني في ليفت او رايت. لو كنت عايزه اعمل دي رايت ديريفيشن فكنت هعمل ايه بقى؟ كنت هاجي مثلا، ممكن نشيل كل ده، لو انا ماشيه دي رايت يبقى انا همشي من دي الاول، فلو انا همشي من دي الاول لما امشي من دي الاول هفك بقى الاكسبريشن عندي اللي هي في اليمين، عشان عايزه اجيب اليمين دي الاول للترم، فهيبقى عندي عباره عن هناخد دي كوبي، بس بدل الاكسبريشن دي نحطها ترم، وبعدين هنمسك الترم اللي في اليمين الاول، ناخد كل دي كوبي ونفك الترم بقى عندي. انا دلوقتي لسه عايزه اخد حاجه تايمز حاجه، فهفك الترم للترم مول اوبريشن وبعدين ترم. هنمسك الترم اللي على اليمين ده، ناخد الكوبي ونحطها تاني. الترم ده بقى دلوقتي هيفك الفاكتور، وبعدين هياخد الفاكتور ده في الستيب اللي بعدها، ونشيل الفاكتور ونخليه النمبر بتاعي اللي هو مثلا احنا عايزينه 30. بعد كده المفروض هنمسك المول اوب دي وناخد دي كوبي نحطها تاني، فالمالتيبليكيشن اوبريشن دلوقتي هتبقى عبارة عن تايمز. بعد كده من عليه دور الترم بتاعتي، الترم دي انا مش عايزة حاجة تاني مع ترم حاجة، فهضطر اخدها فاكتور، فلو خدت دي كابي حطيتها هنا فنرجع دي ونخليها فاكتور، وبعدين هنمسك دلوقتي الفاكتور دي وبعد كده نخليها نمبر، فنيجي هنا نحط النمبر كان 10. بعد كده همسك الاد اوب بتاعتي، الاد اوب دي بقى اخليها عندي دلوقتي بلس، بعد كده هلاقي الاكسبريشن، الاكسبريشن دي بقى عايزه اخد الرقم على طول، فاروح لمين؟ اخليها ترم، فنيجي ناخد دي نخلي دي ترم،
وبعدين انا عايزه اخد رقم، فهخلي دلوقتي الترم يبقى فاكتور، هنيجي نخلي دي فاكتور، وبعدين هناخد من الفاكتور بقى الرقم اللي احنا عايزينه عشان فاكتور بتودي النمبر، فنيجي نخلي الفاكتور دي دلوقتي النمبر اللي هو كان 50. المفروض ان احنا دلوقتي شلنا الامباجوتي، فلو رسمنا التري بتاعت الليفت والرايت هنلاقيهم نفس التري، فكده احنا عملنا ريموف للامباجوتي. الاسئله اللي ممكن تجينا فيها ان احنا نطلع التيرمينالز والنون تيرمينالز عموما، وان احنا نعمل الليفت ديريفيشن والرايت ديريفيشن، وان احنا نشوف الجرامر امبيجوس ولا لا، ولو هو امبيجوس بيطلع تو ديستينكت بورس تري، ولو في امبيجوتي ان احنا ممكن نريموف الامبيجوتي زي ما احنا عملناها كده من شويه. بس كده.